كان يا مكان في قرية صغيرة، كان يعيش فيها طبيب أجنبي عن القرية، وكان يمتلك مزرعة قديمة أراد استصلاحها. وفي أحد الأيام استأجر رجلاً من القرية لمساعدته في ترميم مزرعته القديمة. كان قد أنهى للتو أول يوم صعب في العمل. تسبب ثقب في إطار شاحنته في خسارة ساعة من العمل، وتوقف منشاره الكهربائي، والآن رفضت شاحنته الصغيرة القديمة العمل. بينما كان الطبيب يقود الرجل إلى منزله، جلس الرجل في صمت حجري. عند وصولهم دعاه للقاء عائلته. بينما كانوا يسيرون نحو الباب الأمامي، توقف الرجل لفترة وجيزة عند شجرة صغيرة ولمس أطراف الفروع بكلتا يديه. عند فتح الباب خضع لتحول مذهل. كان وجهه الأسمر الغاضب مبتسم، احتضن طفليه الصغيرين وزوجته. في اليوم التالي جاء صاحب المزرعة إلى منزل الرجل ليصطحبه إلى العمل. بعد ذلك ركب في السيارة. توقف الرجل أيضاً مرة أخرى لفترة وجيزة عند الشجرة الصغيرة ولمس أطراف الفروع بكلتا يديه مرة أخرى. استحوذ هذا المشهد فضول صاحب المزرعة، لذا سأله عما رآه يفعله سابقاً فأجاب: إنني أعلم أني لا أستطيع منع نفسي من مواجهة مشاكل في العمل، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، أن المشاكل لا تنتمي إلى المنزل وإلى زوجتي والأطفال. لذلك أقوم بتعليقهم على الشجرة كل ليلة عندما أعود إلى المنزل، ثم في الصباح ألتقطهم مرة أخرى. والشيء المضحك هو أنه ابتسم عندما خرج في الصباح لاصطحاب مشاكله. ترى في الحياة وفي حياتك، المس شجرة المشاكل قبل أن تعود إلى المنزل، وأترك مشاكلك وهمومك خارج منزلك، خارج شقتك، خارج غرفتك. في نفس الوقت احتفظ بشجرة المشاكل قبل أن تذهب إلى العمل، والتقط مشاكلك مرة أخرى أثناء العمل. حافظ على نظافة منزلك، حافظ على نظافة عقلك، ابق حادا، ابق قويا. مشاكل اليوم قد تكون بذرة لأفكار أفضل غدا، لذلك احتفظ بروح الاستكشاف والتطور، وكن مستعدا لتحدي ذاتك وتطوير قدراتك. كان هذا قصة تحفيزية لك لتعيش حياة أفضل يوم بعد يوم. شكرا على المشاهدة.